طيب معانا كمان فيديو جراف هيقدم لحضراتكم من خلاله مجموعه من النصايح المهمه جدا لكل الناس اللي بتحب رياضه الدراجات الهوائيه او ركوب العجل. تعالوا نشوف مع بعض. بمناسبة الدراجات، مش احنا كنا مفروض يعني بمناسبة برضو انا قلت نسيت دراجتك صحتك، كنا قايلين ان احنا هنشتري دراجات وهنركبها ويعني هنبقى ناس كده رياضيين لزاز لطاف، مش قلنا الكلام ده؟ ماشي.